في قلب منطقة برج العرب بالإسكندرية تقع المدينة التكنولوجية التي افتتحت في نهاية عام 2016، وتتكون من 10 مباني للتدريب والشركات والخدمات الحكومية للمواطنين. احنا في مكان اسمه إنوف إيجيبت أو مصر المبدعة أو مبدعي مصر. إزاي يقدروا يفكروا يجمعوا نفسهم ويفكروا في عدة أفكار يركزوها في فكرة واحدة، إزاي الفكرة دي تقدر تتنفذ؟ بيتكلموا عن التعليم ووسائل التعليم المختلفة، بيتكلموا على إزاي شير نوليدج أو معلومات ما بين أساتذة الجامعة في الجامعات المصرية والجامعات العالمية. وفي 30 من يوليو الماضي وقعت اتفاقيتان لإنشاء فرع للجامعة اليابانية داخل المدينة، إضافة لإتاحة مناخ ملائم للشركات المحلية والعالمية للاستثمار، وفتح أنشطة التعاون مع مراكز البحث العلمية والجامعات لصقل مهارات الشباب. هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات من المالك المستثمر الرئيسي في شركة سيليكون واحة وقعت اتفاقية مع شركة سيليكون واحة عشان تنشئ فيها معامل لاختبار الإلكترونيكس. أهمية المعامل دي إن ما كانش فيه معامل موجودة في المنطقة العربية، فكل أي ديفايس إلكترونيك بيجي من بره بيجي سيرتيفايد من معمل من بره. الاتفاقية الأولى دي اتفاقية إقامة مجمعين صناعيين في كل من مدينتي برج بني سويف والسادات. المجمعات الصناعية دي تحتوي أكتر من نشاط. أولاً حنتيح أماكن للشركات الصناعية أو الشركات المهتمة بتصنيع الإلكترونيات إنها تيجي تصنع في هذه الأماكن، فهتيجي تلاقي أماكن جاهزة. الاتفاقية مهمة جداً لأنه ده إحنا الجامعة المصرية اليابانية هي جامعة بحثية من أول يوم بتعتمد على أسلوب التعليم والتعلم الياباني، اللي هو الطالب بيبقى إيده في المعمل، إيده في الورشة، وبيبقى مرتبط بالصناعة. النموذج اللي بيتعمل النهاردة بين الجامعة وبين واحد سيليكون نموذج بيقول إن من أول يوم طالب مرحلة البكالوريوس هيبقى بيتدرب وبيلتقي مع رجال الصناعة ومع الصناعة ذاتها. وتعد المنطقة التكنولوجية ببرج العرب واحدة من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية بهدف نشر المشروعات التنموية والتكنولوجية بالمحافظات.